رابطة المحترفين أعلنت قبل شوي عن لاعبي الشهر. فاروق بن مصطفى أفضل حارس في شهر يناير. رابطة دوري المحترفين اختارت جوفينكو أفضل لاعب ورزفان أفضل مدرب. أمس كنت أقول لا يمكن تتجاوز جوفينكو هذه الجائزة لهذا الشهر، اللي عمله بصراحة في الثلاث أسابيع الأخيرة صحيح كان زيادة يعني اللي قاعد يسويه أبو نايف. وأنت من أكثر الناس اللي دائما تتكلم عن بس ما اختاروا أفضل لاعب في ال خلاص انت اللي اختارته وانت اللي عندك توقعات حلوه. لا بس انت دائما تتكلم انه جوفينكو انه هو اللاعب اللي في الهلال اللي هو اللي يشيل كل الكور اللي بين الخطوط اللي ما لها صاحب تلقاها عند جوفينكو هو اللي يخلص اللعب. واللاعب اللي ما له بديل في الهلال برضه، يعني يقوم باشياء في نادي الهلال ما له علاقه. احنا لما قارنا مثلا جوفينكو بادواردو قلنا لا يختلف اللاعب. فجوفينكو فعلا يعني خلينا نقول من اللاعبين انا دائما اكرره يلعب بين الخطوط، وهذا من اللاعبين الخطرين جدا اللي يجي من عند قوميز من عند ادواردو من عند الاظهره كره طالعه برا يرجعها، وحنا استشهدنا بهدفه مثلا ضد الحزم كيف جابه وكيف يرجع الكور مره ثانيه ككور خطره. فلذلك فعلا جوفينكو يعني خلينا نقول رادار على حوالي 18، ففعلا انه استحقاقه للجائزه هذه فعلا زي ما قلت سجل اهداف حاسبه وكان مساعد لزملاء بشكل عالي، وكرته وجود يعني خطيره جدا. يعني في لاعبين اذا استلم الكوره تقول وين بتروح لها. انا مثلا من اللاعبين اللي اذا استلم الكوره وصل منطقه قبل 18 بشوي البريك يحطها لك في المكان المناسب، يعني مي باوفر للاوفر. جيفينكو اذا استلم الكوره لا استلمها شوف عاد، يعني عنده حلول كثيره. انت تتوقع انه يسدد، تتوقع انه يمرر، توقع انه. فلذلك الرجل هذا التكنيك حقه حتى يتغير داخل جوه المباراه، يعني تتوقع انه يعدي. ففي بعض اللاعبين اللي اذا استلمها انت عارف وين بيروح له، حافظ. اللاعب هذا بصراحه يستحق، هو عمل شهر زي ما قلت انت شهر كبير جدا ويستحق.